انطلقت مبادرة أبشر لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق القوى العاملة تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ودعماً لمبادرة أبشر أطلقت وزارة العمل برنامج الخصومات والعروض للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص، حيث يوفر برنامج الخصومات والعروض أبشر للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص عروض وامتيازات خاصة وحصرية على الخدمات الأساسية مثل الإسكان، النقل، التعليم، التأمين وغيرها. ومن خلال تطبيق وزارة العمل الذكي أبشر أصبح التعرف على العروض الخاصة والقريبة منك أكثر سهولة، كما يمكنك التعرف على الفترة الزمنية للعرض لضمان الاستفادة من كافة العروض قبل انتهائها بتفعيل خاصية التنبيهات. بعد تحميل التطبيق على هاتفك بإمكانك استخدام الواجهة البسيطة من أجل التعرف على أحدث العروض والفترة الزمنية لها بشكل مباشر وسهل، الاستفادة من خاصية التنبيهات، الاستفادة من خاصية الخريطة للاطلاع على مواقع العروض وتحديد أقربها، حجز بعض العروض وطلب عروض أخرى جديدة من الشركات المساهمة، إضافة إلى تقييم العروض. إذا كنت من المساهمين في دعم مبادرة أبشر أو ترغب بالانضمام إلى شركاء أبشر، بإمكانك الآن تشجيع الكوادر الوطنية في العمل لدى القطاع الخاص بنقرة واحدة. من خلال التطبيق الذكي أصبح بإمكانك إضافة العروض والامتيازات التي ترغب المشاركة بها، الحصول على تصنيف للعروض بطريقة تسهل على المواطنين العثور على ما يهمهم منها وتضمن عرضها بشكل جذاب ومميز، متابعة آراء واهتمامات المستفيدين من العروض لتتعرف على مستوى رضاهم وتلبية احتياجاتهم. إن كنت إماراتياً تتطلع إلى اختيار مسارك المهني، يمكنك الالتحاق بوظيفة في القطاع الخاص لتتمكن أنت أيضاً من الاستمتاع بكافة العروض الخاصة والمزايا الحصرية المتاحة لك من خلال مبادرة أبشر وتطبيق أبشر الذكي. سارع اليوم بتحميل تطبيق وزارة العمل أبشر.